واحد بيقول قداستك في الاربعاء الماضي قلت انه يوجد فرق بين البتول والاعزب ولم تقل ما هو الفرق، وانا اعرف ان الاعزب مثل البتول. لا، البتول هو الذي لا يتزوج حبا في الله ويكرس نفسه لله. الاعزب جايز ما اتجوزش لكن ربما ملوش علاقه بربنا خالص، ما اتجوزش لانه مش لاقي الزوجه اللي تناسبه، او ما اتجوزش لانه مشغول بالبزنس بتاعته او مشغول بالعلم او مشغول باي حاجه، ولكن ملوش علاقه بربنا. يعني كل بتول اعزب، ولكن ليس كل اعزب بتول. فالبتول هو الذي لا يتزوج حبا في الله.